السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات. نرحب بكم بحلقة جديدة نتحدث فيها اليوم عن عبد الله البطال رضي الله عنه وأرضاه. المعلومات الشخصية عن عبد الله البطال: تاريخ الميلاد في القرن الثامن والوفاة في 740 ميلاديا الموافق 122 هجريا في تحديدا أفيون قرح حصار. سبب الوفاة: سقط قتيلا في معركة. والمواطنة هي الدولة الأموية. أما الحياة العملية فمهنته محارب. الخدمة العسكرية: في الخدمة كان منذ 727 ميلاديا حتى 740 ميلاديا، والولاء للدولة الأموية. المعارك التي أخاضها: الحروب الإسلامية البيزنطية، حصار القسطنطينية عام 717 حتى عام 718، ومعركة أفيون قرى حصار، وفتح جنقري، وحصار نيقية سنة 727. كما ذكرنا حصار أفيون قرى ومعارك أخرى كثيرة. عبد الله البطال توفي عام 740 ميلاديا الموافق من 122 بعد الهجرة. هو مجاهد مسلم ظهر في الحروب الإسلامية البيزنطية في بدايات القرن الثامن الميلادي، وشارك في عدة حملات قادتها الدولة الأموية ضد الإمبراطورية البيزنطية. الحقائق التاريخية حول سيرته نادرة، لكنها نمت بعد وفاته وأصبح أسطورة شعبية. أصبح شخصية شهيرة بارزة في الملاحم الأدبية العربية وأيضا التركية، وكان اسمه المشهور به في التركية بطال غازي أو السيد بطال غازي. نشأته ونسبه: لا يعرف عن نشأته وحياته المبكرة شيء، ويدعى عبد الله أبو الحسين، وفي روايات مختلفة أبو محمد أو أبو يحيى الأنطاكي نسبة إلى مدينة أنطاكية وغير أنطاكية مدينة دمشق. وذكر ابن حجر العسقلاني أنه وعبد الوهاب بن بخت من موالي بني أمية، ونسبته لأنطاكي بدلا من أن ينسب لقبيلة ما، ويوحى هذا أنه ليس عربي نشأ. اقترح المؤرخ الأمريكي المعاصر خالد يحيى بلنشكيب بأنه ربما يكون نفس الشخص عمرو الذي سجل اسمه المؤرخ البيزنطي تيوفان المعرف في حملة نيقية 727 ميلاديا، وبالتالي عمرو ربما يكون اسمه الحقيقي أو اسم والده، ويكون عمرو بن عبد الله أو عبد الله بن عمرو، وربما يكون اسم عبد الله تشريفي. سيرته: يعتقد أن البطال اشترك في حصار القسطنطينية عام 717 حتى عام 718 وفقا من مصادر التاريخية المؤرخان اليعقوبي ومحمد ابن جرير الطبري. ظهر البطال لأول مرة سنة 720 ميلاديا في واحدة من الغارات السنوية ضد الأناضول البيزنطي. قاد هذه الحملة معاوية بن هشام ابن الخليفة هشام بن عبد الملك، الذي حكم من 723 ميلاديا حتى 743 ميلاديا. قاد البطال طليعة الجيش وسيطر على مدينة خنجرة قبل أن يدخل الجيش في حصار نيقية سنة 727 الغير ناجح. يعتبر بلانشكيب أن سيطرة البطال على جنقري شمال شرق أنقرة الحالية تعتبر واحدة من أعظم نجاحات الأمويين ضد البيزنطيين في هذه الفترة، إلى جانب سيطرة مسلمة بن عبد الملك على قيصرة في 726 ميلاديا. قاد البطال غارة أخرى لا يعرف عنها الكثير في 731 ميلاديا حتى 732 ميلاديا، ولم تكن موفقة، وذكر أنه توفي فيها الأمير العربي عبد الوهاب بن بخت في العام التالي 115 هجريا. تولى البطال قيادة جزء في حملة إلى جانب معاوية بن هشام، ودخلوا أفيون قرى حصار في فريجيا
حاول الجيش البيزنطي التصدي للمسلمين، ولكن البطال هزمهم وأسر قسطنطيين، وذلك حسب المصادر الإسلامية. وتقول المصادر البيزنطية أيضا أن الذي أسره البطال هو شخص كان يدعى العرش البيزنطي. ظهر البطال آخر مرة في حملة كبيرة فيها عشرات الآلاف من الرجال من الجيش الأموي ضد البيزنطيين، إلى جانب مع مالك بن شعيب نائب حاكم ملطية. قاد البطال قوة من الفرسان قوامها 20,000، في حين سليمان بن هشام قاد القوة الرئيسية التي تقف وراءها. وصلت قوة البطال وقوة مالك حتى أوكرانيون المعروفة اليوم بأفيون قرى حصار، ولكن تواجه وهزم من قبل البيزنطيين بقيادة الإمبراطور ديو الحاكم من 717 ميلاديا حتى 741 ميلاديا، وولده قسطنطين في معركة أفيون قرى حصار، لقى فيها جميع القادة المسلمين وثلثي الجيش حتفهم. إذا كان عبد الله البطال لم يأخذ حقه من الشهرة في مهنته العسكرية، فقد نمت شهرته في الحكايات الشعبية. فبحلول القرن العاشر الميلادي أصبح أحد أبطال الحكايات حول الحروب الإسلامية البيزنطية، وسجل العالم المسعودي في كتابه مروج الذهب في القرن العاشر الميلادي أن عبد الله من مشاهير المسلمين الذين عرضت صورهم في الكنائس البيزنطية احتراما له. ويقول المسعودي في كتابه: وأخبرني بعض الروم ممن كان قد أسلم وحسن إسلامه أن الروم صورت 10 أنفس في بعض كنائسها من أهل البأس والنجدة والمكايد في النصرانية والحيلة من المسلمين، منهم الرجل الذي بعث به معاوية حين احتال على البطريق فأسره من القسطنطينية فأقاد منه بالضرب ورده إلى القسطنطينية. وعبد الله البطال وعمرو بن عبد الله وعلي بن يحيى الأرمني، ذكر ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق الكثير من الروايات حول البطال، منها ذكر البيزنطيين اسمه لتخويف الأطفال ودخوله عمورية وتظاهره بأنه رسول وكشفه خططهم، ودخوله دير فيه نسوة تزوج أحداهن لاحقا وقتله أحد البطارقة، ومقابلته الإمبراطور ليو ووفاته وطلبه منه أن يدفنه معه من أسرى المسلمين ففعل الملك. ومن ناحية أخرى بداية بابن عساكر ومعاصره السموئيل ابن يحيى المغربي، انتقد الكثير من المؤرخين المسلمين مختلف الافتراءات أدخلت في حسابات حياة البطال. ويقول الذهبي: إن القصاص حكوا عنه أي البطال من الخرافات ما لا يليق. وقال ابن كثير بعد حديثه عن البطال: وأما ما يذكر العامة عن البطال من السيرة المنسوبة إلى ذات الهمة والأمير عبد الوهاب والقاضي عقبة فكذب وجهل وتخبط فاحش. أما ابن كثير أيضا قال بعد أن لخص سيرته في كتابه البداية والنهاية: وأما ما يذكره العامة عن البطال من السيرة المنسوبة إلى دلهمت والبطال والأمير عبد الوهاب والقاضي عقبة فكذب وافتراء ووضع بارد وجهل كبير وتخبيط فاحش، لا يروج ذلك إلا على غبي أو جاهل ردي كما يروج عليهم سيرة عنترة العبس المكذوبة، وكذلك سيرة البكري والدنف وغير ذلك. والكذب المفتعل في سيرة البكري أشد إثما وأعظم جرما من غيرها، لأن واضعها يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. استغل اسم عبد الله البطال في عملين: الأول في اللغة العربية سيرة ذات الهمة والبطال أو دلهمة، والثاني في الملحمة الأدبية التركية الشعبية سيد بطال غازي. وعلى الرغم من أن كلاهما تم تأليفهما في القرن 12 ورسما على تقاليد عربية، فهما يعرضان فروقات هامة. فالرواية التركية تتضمن العديد من التأثيرات الفارسية والتركية بما فيها العناصر الخارقة من التقاليد الشعبية أو الزخارف من الشهانمة
ورواية أبو مسلم، كل من الروايات تضع البطال في منتصف القرن التاسع الميلادي وتربطه بملطية وأميرها عمرو الأقطع المتوفي سنة 863 ميلاديا، ونتيجة لذلك أصبح مرتبطا بشكل خاص مع مدينة ملاطية وما حولها. أخذ الصحصاح وبطل قبيلة بني كلاب دور البطال الخاص في الحروب الأموية ضد البيزنطيين في تلحمة. وفي هذه الروايات ظهر البطال كبطل إسلامي، وأصبح يشبه فيها أوديوس المشهور بالمكر والدهاء في الدهاء، واعتبره الأتراك رمزا بارزا في فتوحاتهم للأناضول بعد فتح ملاطية عام 1102 على يد الدشنمنديين. تطورت قصص بطولاته وتمجيده بطال النعمة وهي بالتركية في عهد السلاجقة والعثمانيين، وأصبح موضوعا لمجموعة كبيرة للعديد من الحكايات الشعبية، ويرفع العلاهيون والبكتشية من قدره ويسمينه بالسيد، وللبطال مزار في مدينة سيد غازي التي سميت باسمه، ويأتيه الزوار من مناطق بعيدة مثل آسيا الوسطى حتى أوائل القرن العشرين. انتهت حلقة اليوم، وأتمنى أن تكون نالت إعجابكم وأفادتكم. انتظروني في حلقة جديدة وموضوع جديد قريبا بإذن الله تعالى.